بس اللي دخل يعني اذا يعني خلينا اقول لك، طب ما اسلام بهير دخل السجن بسبب ذلك، هل انت مع سجنه هنا ولا لا انا شوف تبقى انا ضد سجنه؟ لا انا لا اقبل سجن اي فكر حتى لو كان فيه الكثير من الشطط، لا قضية لا خلاف فيه، لا لا اقبل اطلاقا. الحجة بالحجة الحجة ويترد عليه من العلماء بس بصورة محترمة.